صباح الخير. تلاحظوا كيف كتير مرات بعد ما أخلص الرايد أو بعد ما أخلص ركض، يعني بعد ما أخلص الرياضة بشكل عام، مرات كتير بنزل ريل أو بنزل فيديو، يعني بصور لي شي شغلة هيك أتحدثها معاكم. هلأ اليوم هم شغلتين حابة أحكي لكم إياها. إنه أول شي، الرياضة مش بس تمرين للعضلات، هو كمان تمرين لعضلات الدماغ. الصبح أنا ليش بعمل الفيديوهات حكيت؟ لأنه الرياضة بتصفي الذهن، زي كأنه بتنظف الدماغ، بخليك تعرف تفكر بطريقة أحسن، طريقة أصفى، ذهنيتك بتكون شوية هيك نظيفة نظيفة، بتاخد قرارات نظيفة، بتاخد قرارات كويسة، بتاخد قرارات تخدمك. الرياضة بتخليك في صفاء بالذهن، يعني بتخليك تشوف الأمور بطريقة كتير أوضح من إنك لو ما بتلعب رياضة. هاي الشغلة الأولى. والشغلة الثانية إنه العب رياضة في الصباح الباكر، يعني أنا هلأ الساعة 7:30 الصبح وخلصت رياضتي، صرت مخلصة ساعة ونص من الرياضة والناس لسه عم تصحى ولسه في ناس عم تطلع الدوام، لسه في ناس يعني ما شربت فنجان قهوة. أنا صرت حارقة 650 كالوري قبل ما أفطر. أوكي، فيعني بنصحكم تلعبوا رياضة الصبح، لأنه الصفاء الذهني اللي رح يصير معاكم والنشاط الجسدي رح يخدمكم طول النهار، خلال أشغالكم، خلال أموركم العائلية وعلاقاتكم، صداقاتكم، رحلاتكم، بخدمكم طول اليوم. إيش هذا؟ سمعت الصوت؟ ما هو يا اما هاي قاعده عم بتنفس، يا اما في عندي عصفور بالسياره. الو، انا صراحه ما بستبعد يكون في عصفور، يعني انتوا عارفين كيف انا شو وضعي مع الحيوانات، الاشياء الغريبه اللي بتصير معي. anyways، صباحكم سعيد. اكتشفنا ان الصوت طالع من هاي. يعني لا عصفور ولا فار.